هيثم سعيد الفنان، يعني متوقف بقالي شويه عن الموسيقى، كنت مركز اكتر في الدراما وخصوصا في الدراما اللبنانيه. السنه دي رجوع ان شاء الله باغنيه جديده في شهر 12، اغنيه بحبك بقى من كلمات عمرو المصري، الحان سامر ابو طالب وتوزيع احمد عبد السلام، وهندسه صوت معانا رفيق عدلي ومعانا صديقي العزيز هاني محروس. باذن الله الاغنيه دي هتبقى عوده يعني للموسيقى بسنجل، وبنستعد الفيلم سينما لبناني اسمه فالي، لسه مش واضحه التفاصيل، هو من سيناريو من اخراج المخرج اللبناني يوسف بزازا، ان شاء الله يعني يبقى حاجه مميزه، بيتكلم عن قضيه مهمه جدا الهجره، وبنستعد له الفتره دي ان شاء الله. يعني اظن ساعتها كانت حاله البلد في مصر غير سامحه للاستمراريه، والفنان برضو زي ما هو عنده رساله فنيه وفي الاخر بني ادم، الجزء المعنوي والمادي ان انت تبقى قادر تشتغل وتعيش حياتك، خصوصا لما يكون عندك زوج وابن، لما يكون عندك زوجه وابن، محتاج ان انت تفكر في مصلحتهم. فكان الظروف المناسبه ان انا ظهر لبره، والحمد لله في مصر الوضع مستقر دلوقتي ويسمح بالرجوع تاني. ممكن نقول حته من الاغنيه الجديده اكسكلوسيف تقول كل الحاجات الحلوة فيك أنا شفتها، أيام حياتي بحالها جنبك عشتها، وبقيت بعيش وياك عشان روحي معاك، بحبك بقى ومشاعري متصدقة. قريب إن شاء الله.